طيب نطلع على البلك موديولس. البلك موديولس هو له علاقة بقابلية الفلويد. احنا عادة نعتبر الفلويدز انكمبرسبل عادة. الاسامبشن انه الفلويدز انكمبرسبل والغازز كومبرسبل. يعني طبعا هذا بتفاوت من مادة لمادة ومن فلويد لفلويد. فبنفترض انه الغازز كومبرسبل بضغطه بقدر اضغطه حسب ايش هو بويل فلو بضغطه بتغير البريشر والفوليوم على نفس التمبرتشر. في علاقة عكسية بين البريشر والفوليوم. وعم نفترض انه الفلويد انكمبرسبل بس هذا مش 100% صحيح. الفلويد حتى الفلويد له كومبرسبيلتي. بنعبر عنها بشيء اسمه البلك موديولس. والبلك موديولس اذا عندي سيستم لو عندي انا سلندر والسلندر جيت حطيت حمل عليه حطينا شاحنة ولا حطينا سيارة أو حطينا لود عمالة نرفع هذا اللود رح يتحرك موقع السلندر. وسبب تحرك موقع السلندر هو الماس أو الفورس اللي حطيناها على السلندر. هذا رح يصير التغير بسبب تغير الفوليوم تحت بريشر معين. فالبلك موديولس رح نستعمله الرمز بيتا ماينس دلتا بي على دلتا فوليوم على فوليوم. نطلع أول شيء على الأجزاء المختلفة في هذا. هون عندي التغير في البريشر وهون عندي نسبة التغير بالفوليوم. ملهاش معنى اني احكي عن التغير بالفوليوم لحاله مزبوط. بدي احكي عن نسبة التغير بالفوليوم. متذكرين السترين اخذتوا ستريس سترين شو كان السترين تعريفه؟ تغير في الطول على الطول الاصلي او الطول الكلي. فهون عم بحكي انا عن نسبة التغير بالفوليوم. هون الوحدات ايش راح تكون؟ هذه هون كيوبيك متر وكيوبيك متر رح يلغوا بعض هون. وهون رح يكون عندي التغير بالبريشر دلتا بي فاسكال. فالبيتا شو بتقول؟ بتقول اللي بصير التغير. اذا صار عندك تغير في البريشر رح يصير في او التغير الموجود في البريشر المطلوب حتى يغير الفوليوم هو بيتا. يعني هذا بربط التنين ببعض. فكانه عماله بيحكي بكلمات. انا بدي نوصفها بكلمات. بدنا نقول إذا أنت حطيت بريشر على هذا الفلويد وطبعاً الفلويد مختلف عن الفلويد الثاني راح يتغير بنسبة معينة. هاي النسبة موصوفة الحجم تبعه راح يتغير. إيش في عندنا هون كمان؟ سالب. ليش السالب؟ إيش معنى السالب؟ إيش الفيزيكال سيجنيفيكانس؟ لما بزيد البريشر شو بصير بالفوليوم؟ بقل. فالماينس هاي اتكابتشرز فكرة إنه العلاقة عكسية بينهم. إنه إذا زاد الفوليوم بنزل البريشر. وإذا نزل البريشر بزيد الفوليوم. طبعا هذا رقم صغير جدا لانه مش قياس بس في رقم صغير جدا. ناخذ هون مثال. في مثال محلول عليه بالكتاب. انا راح اخليه على فكره في اليونتس الاصليه تبعته. راح اخليه في البي اس اي بس ممكن هو يكون الوحدات تبعته بار. فعندي هون معطيني 10 انش مربع مكعب عفوا 10 كيوبيك انشز من هذا الفلويد. جبنا هذا الفلويد جبنا 10 انشات مكعب من هذا الفلويد. والبلك موديولس معطيني يا المادة هاي بساوي 250 بي اس اي. على فكرة ال 250 الف بي اس اي كأنها مقسومة على 100% كأنها مقسومة على واحد. فكأني بقول إذا بدي أغير الفوليوم بمقدار 100% بدي أحط عليه بريشر مقداره 250 الف بي اس اي. إنه هذا كأنه هذه هون 100 على 100%. هذه هون إجا الرقم هذا اللي موجود. طبعا هذا رقم هائل جدا حتى أقدر أغير الفلويد بمقدار 100%. والسؤال هون إذا حطينا عليه هذا وإذا تغير البريشر دلتا بي أو بي 1 كان 100 بي اس اي وبي 2 صار 2000 بي اس اي. الكل متذكر كيف يحول من بي اس اي لباسكال؟ متذكرين؟ الباوند هون ايش لازم نتذكر الباوند هي؟ فورس ولا ماس؟ فورس هي باوند فورس. لازم البريشر دائما يكون فورس بير يونت اريا. ايش الاريا هون؟ سكوير انشز. فاحنا بنقول هون هذه بتمثل لو جبت باوند من الماده وحسبت الوزن تبع الباوند من الماده هاي صارت فورس لانها وزن وعلى ايش حطيتها ركزتها؟ ركزتها على انش مربع. هذا هو البريشر اللي بيتكون من 1 بي اس اي. فاهمين؟ طيب اذا هون دلتا بي شو راح تصير؟ راح تصير عندي من 2000 ناقص 100 او 100 ناقص 2000 بصير عندي 1900 مش هيك؟ 1900 بي اس اي. فالتغير في البريشر 1900 فصارت عندي الان بيتا اللي هي 250 الف
واليونتس تبعتها صحيحة. المهم اليونتس هاي تكون نفس اليونتس هاي. وهذه ريشو، فبتصير هذه بتساوي 1900 على، أنا بدي ألاقي الآن التغير بالفوليوم على الفوليوم، بالفوليوم على الفوليوم، فبصير عندي دلتا في على كابيتال أو دلتا كابيتال في على كابيتال في بتساوي ناقص 1900، والناقص معناها إنه إيش راح يصير بالفوليوم؟ البريشر زاد من 100 ل 2000، فلما يزيد البريشر شو لازم يصير بالفوليوم؟ بينزل، بينزل بنسبة مساوية ل 1900 على 250000. حد يعطيني هذا الرقم كنسبة مئوية، يعني يقسم الرقمين هذول ويضربهم في 100 حتى يطلع برسنتج. .0076 هذا قبل ما تضرب بال 100 مشان فبتصير 0.76%، يعني راح يصغر حجم هذا الفلويد بمقدار اقل من 1%. هل هذا كثير؟ قليل، هذا نسبيا قليل. فراح يصير عندي دلتا في الان بساوي ال 10 انشات مربعه مضروبه في 0.76، فراح تتغير بمقدار minus 0.076 cubic inches. كيف راح اشوفه هذا من ناحيه واقعيه؟ ايش راح اشوف السلندر بيعمل لما بحط عليه هاي؟ لما طبعا هو البريشر كيف بزيد؟ بزيد لاني حطيت عليه حمل او وزن. فهني شو ممكن يصير في الواقع؟ يمكن عندي هاي منبوب، هاي هون عندي اكيوميليتر او مضخه او شيء، دخلنا هون على السلندر، السلندر حاطين احنا عليه ماس هون او حمل عمال نرفعه وننزله. قبل ما احط الماس كان هذا البريشر قديش هون؟ 100 بي اس اي. لما مسكت الماس وحطيتها هون عشان ابدا ارفعها، يعني بديت اشيل السلندر والسلندر بدا يضرب في الماس ويرفعها، ارتفع البريشر لهون ل 2000. ايش هذا التغير بالفوليوم؟ ايش راح نشوفه؟ شو راح يبين عندي هون؟ ولذلك اذا انت افرض انت السلندر واقف عندك هون وجبت الحمل ودخلته راح ينزل هذا لتحت. هذا بتشوفه اذا عندنا مصعد هيدروليكي، اذا عندنا مصنع مصعد هيدروليكي معمول للسيارات مثلا، خصوصي للسيارات، فتح الباب، دخلت السياره، السيستم هيدروليك، اول ما تدخل السياره بلاقي هذا غلط. بهبط بنسبه مقدارها هلا، شو المفروض السيستم يعمل؟ بيعمل ديتكشن، بيكون في سنسر والسنسر بيعرف اذا كانه هذا الليفلينج مهم، السنسر راح يحس بالتغير هذا اللي صار، بكون في سنسرز هون، بنزل السيستم برد بضخ بيرفعه بيرجعه للمكان الاصلي تبعه بسبب هذا التغير اللي صار. او ممكن احيانا بصير ليكج، مش بالحاله هاي، بحالات عامه انا بحكي، ممكن يصير اذا صار ليكج في مشكله كان بالسلندر من هون، وهذا السلندر تركته يوم يومين ومحطوط عليه الحمل هذا بدا يهرب منها، شو راح يصير؟ راح ينزل هذا من هون، راح يرد يرجع المفروض السيستم مره ثانيه، يرد يضخ ويرجع السيستم لفوق.